الترويج للتراث الجزائري الأصيل ودعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني تقليد سنوي يعكسه معرض منتجات المرأة المنتجة والمقاولاتية المنظم من قبل وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. يسرني أن أؤكد لكم التزامنا بمواصلة دعم هذه التظاهرة التي تتماشى في معناها وفي مغزاها مع الرؤية الثاقبة والمتبصرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تلك النظرة التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة الجزائرية وتعزيز دورها الطلائعي إلى جانب الرجل ودعم انخراطها ومساهماتها في التنمية الاقتصادية. إن تظاهرة اليوم في طبعتها الرابعة لتعد مرآة عاكسة لمدى التنسيق الحكومي الهادف إلى تحقيق اندماج المرأة في مجال الإنتاج الوطني وتيسير دخولها عالم المقاولتية باحترافية مهنية تتيح لها فرصة ولوج الأسواق العالمية بمعايير دولية. المعرض في طبعته الرابعة كان فرصة لدعم جهود المرأة في الحفاظ على مختلف الصناعات التقليدية من خلال التعريف بمنتجات أنامل جزائرية تفننت في صناعة الزجاج، الخزف وغيرها من الحرف. جو في لا كوتور او ميم طون لا بودر باش نورو المنتوج تاعنا تاع enfin les tenues traditionnelles تاعنا ونروجو المنتوج تاعنا اللي احنا enfin نخدمو كلش، يعني باش نبينوا باللي الجزائر عندها ناسها، عندها نساء، يعني مانيش نقول على النساء غير نصنف غير نساء ورجال، يعني يخدموا الخزف الفني وتحفه يعني فنيه ما شاء الله اللي تبريزونتي لالجيري. انا سعيد بالتواجد هنا، هذا المعرض مثير للاهتمام، هنا يمكننا ان نرى ما تقدمه المراه في الجزائر وكيف تدعم الحكومه الجزائريه المراه لولوج عالم المقاولاتيه. نتمنى أن يساهم هذا المعرض في دعم ترقية مساهمة المرأة الجزائرية في الاقتصاد. كسب رهان التنمية من خلال دعم المرأة في خوض مسار المقاولاتية من شأنه تعزيز وتيرة الإنتاج الوطني والمساهمة في تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.